انضم الينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الاستاذ جمال رائف. استاذ جمال، برحب بحضرتك. والمساعدات المصريه على كافه المستويات تتخذ الكثير من الصور وعلى مختلف الاصعده، بدءا بالجانب الانساني بالتبرع بالدم، مرورا بتوفير البطاطين والمواد الغذائيه والادويه والمستلزمات الطبيه، وصولا إلى تخصيص مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة من باقي دول العالم. كيف ترى الدور المصري في هذا السياق؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. في الحقيقة أن مصر بتسخر كافة إمكانياتها وقدراتها لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق وأهلينا في قطاع غزة، سواء على صعيد الدبلوماسي والسياسي ولعب دور مهم جدا على هذا الإطار، أو على الصعيد الإنساني. وهنا حينما نتحدث عن على الصعيد الإنساني فهو له خصوصية في هذه المرة، لأن حينما نتحدث عن هدف خبيث له علاقة بتهجير أهالينا في قطاع غزة وفي زعزعة قدرتهم على الصمود والبقاء على أراضيهم، فهنا المساندة من خلال المساعدات وتقديم الغذاء والكساء والأدوية والدماء في الحقيقة هو الهدف الأهم لمساندة أهالينا في قطاع غزة للبقاء والصمود على أراضيهم. وبالتالي من هنا بتأتي أهمية المساندات والمساعدات العينية. في الحقيقة الدولة المصرية منذ اللحظات الأولى وهي تدرك تمام الإدراك أهمية إيصال هذه المساعدات إلى أهالينا في قطاع غزة، وبالتالي خصصت كما حضرتك تفضلت وذكرت مطار العريش لاستقبال أيضا كافة المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة التي تريد أيضا المساعدة والمساندة. وأيضا الآن نتحدث عن المجتمع المدني المصري، وحينما نتحدث الآن عن التحالف الوطني فنحن نتحدث أن الدولة المصرية لا تساند الشعب الفلسطيني فقط على الصعيد السياسي أو حتى من خلال الدوائر الدبلوماسية، ولكن هنا نتحدث كل مفردات الدولة تساند المواطن الفلسطيني والمواطن في قطاع غزة. الدولة بكل مؤسساتها، بالقيادة السياسية، الشعب، المجتمع المدني، الجميع يعني في الحقيقة يترجم المشاعر لعمل، يترجم المشاعر الفياضة تجاه هذه القضية إلى عمل على أرض الواقع. عشان كده الآن بنرى يعني مسافة السكة هذا الشعار المصري الأبرز في مساندة كافة الأشقاء العرب بيترجم على أرض الواقع في قافلة يمكن لا نستطيع أن نرى آخرها. يعني في الحقيقة هذا المشهد المهيب بيؤكد عظمة الدولة المصرية وقدراتها في مساندة الأشقاء في قطاع غزة. وفي الحقيقة زي ما أوضحنا أن هذه المساندات قد تبدو مساعدات إنسانية، ولكنها في الحقيقة هي مساندة، وهي حتى في شكلها المتعلق بالغذاء والكفاء والدواء، ولكنها هي السلاح الحقيقي للمواطن الفلسطيني الآن للبقاء والوقوف صامدا على أرضه، لأنه يحتاج إلى هذا الأمر. حينما نتحدث الآن عن تهجير أهالينا في قطاع غزة من الجزء الشمالي إلى الجزء الجنوبي، أكثر من مليون نسمة يتم الضغط عليهم الآن ليتركوا أراضيهم في الجزء الشمالي في قطاع غزة ليذهبوا، ويتكدس أكثر من 2 مليون مواطن في الجنوب. علينا أن نتخيل كيف سوف يعيش أكثر من 2 مليون مواطن في هذا الحيز الضيق من الأرض، دون غذاء، دون أكل، دون مياه، دون صرف صحي، دون أغطية في الجو، في هذا الجو الذي في هذا الجودة. في هذا السياق أستاذ جمال، كما تفضلت حضرتك وكما نعلم جميعا، يعني الجانب الإسرائيلي يريد عزل الشعب الفلسطيني عن الغذاء والدواء وأي يعني حقوق إنسانية من الممكن أن تصل إلى أبناء هذا الشعب من أشقائنا الفلسطينيين. قبل قليل تلونا خبر عن القاهرة الإخبارية التي علمت من مصادرها بأن مصر أو السلطات المصرية رفضت عبور العائلات الأجنبية المقيمة في غزة عبر معبر رفح مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني. كيف ترى الموقف المصري في هذا الأمر؟ يمكن في الحقيقة موقف بيعبر عن في الحقيقة الإدارة المصرية وقدرتها على يعني وصول إلى هدفها في إيصال المساعدات لقطاع غزة. هناك فرق كبير جدا بين الدولة التي ترسل المساعدات والدولة التي ترسل البارود والأسلحة والذخائر لإشعال الموقف. هناك في الحقيقة الآن مشهد يؤكد
الدولة التي تحافظ على حقوق الإنسان وترعى حقوق الإنسان بشكلها الحقيقي، والدولة التي تهدر حقوق الإنسان وتهدر كافة المفاهيم التي تروج لها منذ عقود فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطيات وغيرها من الأمور، ولا نراها الآن على أرض الواقع. وبالتالي الدولة المصرية في الحقيقة بتأخذ مواقف حاسمة في وقت يحتاج هذه المواقف تؤكد من خلاله الدولة المصرية قدرتها على اتخاذ القرار وعلى أهمية مساندة الشعب الفلسطيني وعلى عدم. هل بدأت مصر استخدام ضغوطها على الجانب الإسرائيلي؟ بالتأكيد مصر منذ اللحظات الأولى تستخدم كافة الأوراق الممكنة، سواء فيما يتعلق بالضغط بشكل عام على المجتمع الدولي، والجميع يرى كيف أن العالم كله يتصل بالقاهرة، وكيف أن القيادة السياسية المصرية تحاول طوال الوقت توصيل الرؤية الحقيقية فيما يحدث في قطاع غزة للمجتمع الدولي. وأيضا منذ اللحظات الأولى هناك اتصالات مصرية مع سواء الطرف الإسرائيلي أو طبعا الطرف الفلسطيني، وبالتالي مصر تحاول استخدام كافة قدراتها وإمكانياتها الدبلوماسية والسياسية وأيضا موقعها المهم جدا كركيزة استقرار في المنطقة لتحقيق الهدف الحقيقي فيما يتعلق بوقف التصعيد ووقف إطلاق النار. نحن نتحدث الآن عن القضية الفلسطينية في مرحلة فاصلة، مرحلة إذا تهاونت الأمة العربية بشكل عام وتهاون الشعب الفلسطيني في يعني ما يتعلق ب تقديم تنازلات في هذه القضية، فنحن نتحدث عن التنازل إلى الأبد في هذه القضية. إذا تحدثنا عن تهجير لأهلنا في قطاع غزة فنحن نتحدث عن تفريغ ديمقراطي لهذا القطاع، ومن ثم لا نتحدث بعد هذا عن قطاع غزة. وبالتالي هنا نتحدث عن مرحلة فاصلة، عن مرحلة لا يمكن الفصال فيها ولا يمكن التهاون فيها عن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعن حقه في البقاء والوجود في أرضه. وبالتالي أنا أعتقد أن الدولة المصرية تقاتل بكل أسلحتها التي تمتلكها سواء الإنسانية أو الدبلوماسية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق. يمكن ما نراه طوال الوقت من جهود مصرية في الحقيقة هي التي يعول عليها في هذا التوقيت، وحمد لله أن مصر باقية، أن مصر قادرة، أن مصر قوية وقادرة. وفي الحقيقة يمكن صمود الدولة المصرية منذ عام 2011 حتى الآن يعني هو سبب حقيقي في بقاء القضية الفلسطينية، وهو السبب الحقيقي في صمود الشعب الفلسطيني. وهذا ليس لأننا مصريين، ولكن هذا الواقع. لولا وجود الدولة المصرية الآن قوية قادرة على الحفاظ على الأمن القومي العربي والحفاظ على جوهر القضية الفلسطينية من الذوبان لكنا الآن في موقف أكثر صعوبة. وبالتالي الحمد لله أن الدولة المصرية واقفة صامدة تستطيع حتى الآن وسوف تستطيع مساندة الشعب الفلسطيني والحفاظ على جوهر القضية. نحن نتحدث الآن عن بقاء ووجود القضية الفلسطينية، مرحلة مفصلية الجهود الدبلوماسية والجهود الإنسانية على التوازي الدولة المصرية بتعمل عليهم حتى تستطيع أن تساند بقاء هذه القضية على الأشقاء في الداخل الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة أن يدركوا، وهذه رسالة مهمة جدا، أن يدركوا أن الدولة المصرية قيادة وشعبا لن يتركوهم أبدا وحدهم، بل سوف ندعمهم بكل ما أتينا من قوة، سوف نساندهم بكل طاقتنا، سوف نرسل إليهم كل المؤن وكل المساعدات التي يحتاجونها، ولكن فقط عليهم أن يصمدوا ويظلوا على أراضيهم حتى لا تضيع القضية وحتى لا تزوغ القضية. نعم، دعنا نتطرق إلى الجانب السياسي. يعني تواردت الأخبار حول إنشاء الحكومة الإسرائيلية أو حكومة الاحتلال لمجلس حرب أو حكومة طوارئ هدفها إطالة أمد الحرب ربما، أو هذا هدف من ضمن أهدافها. كيف ستقف هذه الحكومة كعائق، أو إنشاء هذه الحكومة كيف سيقف كعائق أمام الوساطة المصرية وجهود السلم الدولية؟ أنا أعتقد أن الجانب الإسرائيلي في الحقيقة بيتصرف بتهور كبير جدا، ويمكن تشكيل هذه الحكومة بيؤكد على فكرة النوايا الخاصة بالتصعيد، فرغم أن الوضع في الحقيقة يعني يجب أو نذهب به إلى بالآخر إلى المسار الدبلوماسي. التصعيد كما تحدث السيد الرئيس من قبل، التصعيد الذي لا يذهب إلى الحل السياسي والدبلوماسي في الآخر فهو لا يعول عليه. وبالتأكيد ما الهدف من هذا التصعيد؟ ما الغرض من كل هذا التصعيد؟ ما الغرض من استخدام كل هذه القوة والإرسال الولايات المتحدة الأمريكية لحملات الطائرات ولتأديك الصراع وعسكرة الصراع بدلا من الذهاب
للحلول الدبلوماسيه ما نشهده من مشاهد انسانيه قاسيه في قطاع غزه لا يحتمل ان يكون هناك حكومه حرب في الجانب الاسرائيلي. لماذا حكومه الحرب؟ لمن تحارب هذه الحكومه؟ تحارب بعض الاطفال العزل، تحارب بعض النساء، تحارب بعض العجائز. على الجانب الاسرائيلي ان يدرك انه يشكل مش حكومه حرب ولكنها يشكل في الحقيقه اباده لشعب كامل من خلال ما يسميه حكومه حرب. حكومه حرب تجاه دولة ضد دولة، ولكن ليست دولة ضد شعب أعزل لا يمتلك سلاح ولا يمتلك حتى قوت يوم. يعني نتحدث عن الغذاء، لا نتحدث حتى عن هل هذه يعني الحكومة تنبئ بإطالة أمد الحرب أستاذ جمال؟ يعني هل لا نتوقع حلول قادمة في الوقت القريب؟ للأسف يعني كل الاتجاهات الخاصة بالتحركات الإسرائيلية وبدعم طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية بتؤكد أن هناك نوايا لإطالة أمد الصراع وإطالة أمد الحرب. الحقيقة يعني يجب أن تفصل الولايات المتحدة الأمريكية ما بين قدوم الانتخابات في الداخل الأمريكي واستخدام هذه الورقة كأحد الأوراق في الدعاية الانتخابية الأمريكية، وبين ما تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية عن حقوق الإنسان. يعني أمر غريب للغاية أن تصبح القضية الفلسطينية أحد الأوراق الخاصة بالدعاية الانتخابية في الداخل الامريكي من خلال المساعده الغير مسبوقه للجانب الاسرائيلي لاباده الشعب الفلسطيني. يعني في الحقيقه علامات استفهام كبيره جدا. ما تقوم به الولايات المتحده الامريكيه هو تخلي عن دورها ومسؤولياتها الدوليه كدوله كبرى من المفترض ان تكون صوت العقل وصوت الحكمه وراعيه للسلام والاستقرار وحقوق الانسان. يعني يجب ان يكون هناك مسؤوليه دوليه لدى الدول الكبرى خاصه الدول الاعضاء في مجلس الامن. يعني حينما تتحرك الولايات المتحده الامريكيه في هذه القضيه هي ليست دوله صغيره، هي دوله كبيره وعليها مسؤوليه دوليه. اين مسؤوليه الولايات المتحده الامريكيه الدوليه الان؟ كيف ننظر كدول عربيه ودول افريقيه ودول ناميه الان الى الولايات المتحده الامريكيه؟ هل تستوعب الولايات المتحده الامريكيه ما تفعله الان من دور نفع عنها كل ما كانت تتحدث عنه من قيم انسانيه؟ يعني امر مستغرب للغايه. وبالتالي ما يحدث الان من تاجيج للصراع ومن عسكره للصراع من الجانب الاسرائيلي ومن الولايات المتحده الامريكيه امر خطير للغايه وينذر بكارثه انسانيه. حتى الضغط الانساني على اهالينا في قطاع غزه وعرقله وصول المساعدات امر ايضا مستغرب. يجب ان تطرح كل هذه التساؤلات امام المجتمع الدولي الان الذي اصبح ينظر بصمت ايضا غريب جدا. يعني حينما نرى الان الاتحاد الاوروبي وكافه الدول الكبرى وهي تنظر لهذا الموقف الانساني وتنظر له دون عين اي اعتبار، يعني في الحقيقه امر غريب جدا، امر بيؤكد ان كل الشعارات التي كانوا يتحدثون عنها لطوال العقود ودمروا الكثير من الدول العربيه من خلال هذه الشعارات المتعلقه بحقوق الانسان هي اكاذيب. يعني هي اكاذيب في الاخر بصراحه وبوضوح. لا نعترف الان بما كل ما تقوله الولايات المتحده الامريكيه فيما يتعلق بحقوق الانسان ومسانده الديمقراطيات ومساعده الدول الناميه. اصبحنا كشعوب عربيه وافريقيه لا نعترف بكل هذه الشعارات امام توحش ويعني تصرف غير مسؤول من الولايات المتحده الامريكيه ومن الجانب الاسرائيلي تجاه شعب اعزل، شعب لا يملك شربه الماء. علينا ان نستوعب هذا الامر. يعني نتحدث عن شعب الان لا يمتلك شربه الماء، وهنا تتجه الولايات المتحده الامريكيه لارسال المزيد من البارود، لارسال حامله طائرات بدلا من ان تسمح لهذا الشعب وحتى وهو يواجه الموت ان يشرب شربه ماء واحده. يعني في الحقيقة أمر تعدى كل المفاهيم السياسية والإنسانية ليصل لمرحلة من التوحش لم نراها من قبل. حتى في الحروب العالمية الأولى والثانية لم نرى مثل هذا الأمر، ولم نرى ولم نسمع ولم نقرأ في كتب التاريخ مثل ما نراه اليوم. فقط الآن التعويل على الدور المصري. في الحقيقة لولا الوقوف المصري قيادة وشعبا لكان الأمر سوف يصبح كارثيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نثق في القيادة السياسية المصرية ونثق في الشعب المصري وفي المجتمع المدني المصري وأيضا في صمود أهالينا في قطاع غزة، لأنهم يدركون أن وراءهم شعب مصري قوي سوف يساندهم حتى نهاية المطاف. وأعتقد أن لن يستطيع أحد هزيمة الشعب الفلسطيني ما دامت مصر قوية مساندة لهذا الشعب العظيم. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي.